الله الرحمن الرحيم، معكم الطالبة سالي الزعبي من كلية الاي تي تخصص سي اي اس. بدي اشرح شغلة في مادة الاوبجكت في خصوصا شتوى 3 الاوفرلودينج، بتخص الفراكشن والمشغلات اللي ممكن اسوي عليها من قسمة وجمع وطرح. هسا الفراكشن هي احنا عارفين على الكسور. لو اجى طلب مني مثلا اعمل له كلاس تحتوي على ترو ديفايد للفراكشن، هسا الفراكشن في عنا مشكلة بسيطة فيها، إنه إذا كان عندي القسمة فبدي أضطر أنا أقلب الكسر الثاني. مثلا هون عندي أنا معروفين إنه إحنا إذا بدنا نقسم كسر على كسر، الكسر اللي في المقام بدي أقلبه، أخلي مقامه بسط وبسط مقام وأرفعه للبسط وأحول القسمة لضرب. تمام. مثلا أنا هون لو كان عندي سالب، تمام، في المقام هاي كيف بدي أتعامل معها؟ بدي أرفعها للبسط. إذا كان عندي الواي أقل من الصفر، إذا كان المقام أقل من الصفر بدي أضرب بسالب واحد على واحد. الطريقة هاي رح يتم رفع السالب من المقام للبسط. تمام. وطريقة هاي برضه بتفيدني بشغلة كمان، اللي هي إن إذا كان عندي سالب على سالب بختصرها. هسا سالب 18 على 8، هسا هاي سالب 18 على 8 مش أبسط تصرف في الرياضيات، بدي أبسط. تمام. لما بدي أجي أبسط بدي أشوف شو العامل المشترك بين هدول الاثنين، وبقبل القسمة على الاثنين، شرط الاثنين يقبل القسمة عليه وأقسمه عليه. تمام. طبعا شرط إنه ما يكون أكبر من من 8، لأن 8 على 8 واحد. تمام. اللي هو هون الاثنين، مثلا الاثنين فيها بسالب 9 على 2 فيها ب4. نرجع للكود عشان نكمل شرح. انا هون عملت كرييت لكلاس فراكشن، اسست له تو اوبجكتس، اللي هو الاوبجكت الاول F1، الاوبجكت تو، الاوبجكت الثاني F2. اعطيته الاكس هو بسط والواي هي مقام. بعدين بلشت في ترو دي اي في، اللي هو ترو ديفيجن تو ديفايد، سوري ترو ديفايد. الاف 3 تساوي فراكشن. تمام. هسا الاف 3 دوت اكس اللي هي البسط هي عباره عن سيلف دوت اكس في اذر دوت واي. ليش اذر دوت واي؟ هسا لو نركز شوي، هسا الاذر كانت قبل هي عباره عن اذر دوت اكس على other dot x على other dot y. طلع الخط بس بعرف شو اكتب هيك. تمام. هسا لما احنا قلبنا هاي صارت مكان هاي. تمام. صارت other dot y على other dot x. اوكي. فهاي صارت هون البسط، ضربنا البسط في البسط والمقام في المقام. تمام. فنرجع نكمل. self dot x في other dot y، والf 3 dot y اللي هي المقام الناتج هيكون عبارة عن self dot y في other dot x. تمام. هسا لو طلع عندي ال f 3 dot y سالب اللي هو أقل من صفر راح يدخل على الf statement هاي، بالتالي رح يتم ضرب البسط في سالب واحد والمقام في سالب واحد زي ما حكينا. رح يتم نقل إذا كان في سالب في البسط رح يتم نقلها إذا كان في سالب في المقام رح يتم نقل هذا البسط. بالنسبة للفور لوب، هاي الفور لوب هاي شو هي؟ الفور لوب هاي أنا استخدمتها عشان أبسط، وأنا حكيت قبل شوي مش لازم يكون أكبر من المقام، لأنه إذا كان أكبر من المقام يعني ما استفدناش رح يرجع كسر. تمام. فأنا حطيت الرينج من الواحد للمقام لرقم المقام، وبلشت F إذا كان F3 dot y مود ال i يساوي يساوي صفر، يعني إذا كان باقي قسمة F3 dot y على الرقم اللي هو i يساوي صفر، أي إنه بقبل القسمة عليه. وإذا كان F3 dot x اللي هو البسط برضه باقي قسمته على العدد يساوي صفر، يعني يقبل القسمة عليه، بدي اياك تقسم لي اياهم على العدد هذا. تمام.
ناخذ مثال اللي هو ال F1 يساوي 3 و4 وال F2 اللي هو سالب 2 و6. فاحنا حكينا قبل شوي انه راح ينقلب ال F2 لانه هون طالب ال F3 يساوي F1 ديفايد ال F2. فال F2 راح تنقلب راح تصير 6 على سالب 2 راح تنضرب راح تصير 18 على سالب 8 نضرب جاهز هو 3 في 6 18 و4 في سالب 2 سالب 8. السالب في المقام يتم رفع على البسط عن طريق الـ if statement هاي راح يدخلوا على الفور لوب راح يطلع اسمه العامل المشترك هو 2 راح يتم قسمتهم الاثنين على 2 وراح يطلع عندي ناتج سالب 9 على 4. نعمل run للكود ونشوف سالب 9 على 4 f1 divide f2 تمام لحد هون. هسا المشكلة الثانية اللي هي حكينا عنها الـ add أو subtract. subtract اللي يطرح الآن هي الجمع. هسا إحنا عارفين إذا كان عندنا كسرين مجموعات أو مطروحات وكانت المقامات موحدة ما عندناش أي مشكلة نجمع البسطان أو نطرح البسطان وانتهى الموضوع. أما بالنسبة للكسور إذا كانت غير موحدة حكينا إحنا بنوحد المقامات تمام. هون مثلا بنضرب في 2 هون في 2 هون في 9 هون في 9 جمع أو طرح. هسا شو بهمني أنا؟ بهمني هاي، هاي اللي هي حتفيدني في كتابة الكود اللي هو عبارة عن البسط الأول في مقام الثاني، البسط الأول في مقام الثاني زائد أو ناقص بسط الثاني في مقام الأول تمام؟ هذا بالنسبة للبسط اللي هو الـ f.x هاي بالنسبة للبسط. بالنسبة للمقام اللي هو f.y حيكون عبارة عن مضروب هاي في مضروب هاي تمام؟ نرجع للكود. هيو إذا كان الـ f self.y يساوي other.y إذا كانت المقامات موحدة تخلص دغري الـ f3.x اجمع لي self.x والـ other.x مش فيها نقاش. أما بالنسبة للـ else إذا كان المقامات غير موحدة شو بدك تعمل؟ بدك تحكي لي بسط الأول في مقام الثاني زائد أو ناقص وبرجع أحكي ناقص مهم الترتيب فيها other.x في اللي هو بسط الثاني في مقام الأول وال f3.y اللي هو المقام self.y في other.y اللي هو مضروب المقامين. الفور لوب هاي حكيت عنها إنها هي عبارة عن تبسيط. ننزل ناخذ مثال. هذا هو المثال إذا كان المقامات موحدة راح يجمع بس البسطين راح يطلع عندي هون 3 زائد سالب 2 راح يطلع عندي 1 على 5. فالجواب F1 زائد F2 اللي هي ناديناها من هون راح يصير عندي 1 على 5. لو نرجعها زي ما كانت طبيعية هون 4 وهون 6 رح نلاحظ إنه ضرب بسط الأول في مقام الثاني وزائد بسط الثاني في مقام الأول وعلى مقامات مضروبة يعني 4 ب 6 تمام؟ رح يطلع عندي 4 اللي هي 18 زائد سالب 8 على 24 اللي هي 10 على 24 رح يدخل على الفور لوب هاي رح يتم تبسيطها ل 5 على 12 F1 زائد F2 5 على 12. وهيك أنا بتمنى تكونوا فهمتوا على شرحي ويعطيكم ألف عافية.